رجعنا لكم تالي في الفقرة التانية من برنامجنا النهاردة. الفقرة اللي أنا مبسوط فيها، اللي نضيفي بيبقى موجود معايا فيها، أنا بستفيد من كل معلومة بيقولها لي، وهو النهاردة اختار موضوع يتكلم فيه ماتشنج أو ماشي مع الظروف اللي احنا بنتحط بينا. خليني الأول نرحب بضيف ضيفكم الدكتور هاني فرج، مستشار الطب الاقتصادي للبرنامج. صباح الفل عليك يا دكتور هاني. صباح الخير دكتور علياء، وصباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. بمناسبه قبل ما انسى، بس إن عايزين ننزل على الـ على الـ على الشاشه رقم الواتساب بتاع البرنامج، اللي اي حد ليه اي استفسار يبعت لنا على الرقم ده 012-04-87-8112. تاني 012-04-87-8112. دكتور هاني، ايه اخبارك؟ الحمد لله. ازيك؟ كل سنه وانت طيب، وبمناسبه عيد الام. كل سنه وانت طيب بمناسبه اعياد الربيع. كل سنه وانت طيب بمناسبه شم النسيم. كل سنه وانت طيب بمناسبه اسراء والمعراج. كل سنه وانت طيب بمناسبه قرب حلول شهر رمضان. كل سنه وانت طيب بمناسبه اعياد القيام المجيد. عندنا مناسبات سعيده كتير قوي، مش كده؟ صح كده؟ كل سنه وانت طيب وشعب مصر طيب باذن الله. وانا سعيد بالمقدمه بتاعت حضرتك، لان فيها رساله طمانينه للناس. ده واجبنا وده دورنا طبعا. يعني احنا لا نهون ولا نهول زي ما بيقولوا بالظبط. فنتمنى ان شاء الله ان كل الاعياد اللي حضرتك ذكرتها دي ان هي تمر على الشعب المصري بكل خير، ونعدي من الازمه دي على خير باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور هاني، انت اخترت النهارده تكلمنا عن المطهرات. دكتور علاء، الموضوع ده طبعا يعني هو حديث الساعه دلوقتي، وخد تفكير الناس في اتجاهات ممكن تكون مش سليمه، ومش ماشيه مع الاستخدام الصحيح للمطهرات يعني. تمام. فاحنا لو حبينا نتكلم على الموضوع بـ 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 بشكل محدد وشكل صريح عشان الناس ما تتوهش، لان النهارده الكلام في استخدام بعض التوليفات وبعض التركيبات اصبح عشوائي وقد يؤدي الى مشاكل كبيره. تمام. فخلينا نعرف يعني ايه مطهرات ويعني ايه معقمات. يعني المطهرات هي مواد كيميائيه بتستخدم في تطهير الانسجه الحيه او الجمادات دي بالنسبه للمطهرات. تمام. يعني بينما المعقمات بتبقى بس للجمادات يعني. تمام. طيب احنا بشكل عام البوصه المربعه فيها قرابه 600 الف مايكرو اورجانيزم او 600 الف نوع من الميكروبات، منها المضر والمفيد لجسم الانسان. تمام. فربنا سبحانه وتعالى دي سنه الحياه ان احنا نبقى محاطين بمجموعه من البكتيريا او الفيروسات، احيانا بتبقى متماشيه مع جسم الانسان ومفيده ليه، واحيانا اخرى بتبقى فيها مشكله ان هي بتؤثر بشكل سلبي. تمام. تتحول لباثوجين، بدل ما تبقى حاجه كومنسال او حاجه طبيعيه متعايشه حاجة مع الانسان ومفيده ليه، بتبقى حاجه ضاره. طيب العدد ده كله في البوصه المربعه هو عدد مش قليل، عدد ضخم جدا طبعا. طيب احنا النهارده هنتعامل ازاي بالمطهرات، وخاصه في الظروف الحاليه اللي احنا فيها؟ طب خلينا الاول نشوف ازاي انا اختار المطهرات. كويس. احنا لازم المطهر يتوفر فيه عده شروط وعوامل رئيسيه، منها اول حاجه ان هو يبقى فعال طبعا. يعني لازم استخدم مطهر فعال، استخدم مطهر امن سيف طبعا، استخدم مطهر سريع، استخدم مطهر سهل الاستخدام، ما يبقاش صعب الاستخدام. دي عوامل الوجبه بالظبط. في اي مطهر بس يبقى فعال سهل الاستخدام زي ما احنا قلنا، امن، وفي نفس الوقت سريع المفعول. تمام. كويس. يبقى احنا كده دي العوامل اللي احنا بنتكلم فيها. تمام. طب احنا لو حبينا نتكلم على المطهرات المتداوله دلوقتي والناس بتتكلم فيها، انت كده اتكلمنا عن انواع المطهرات بقى. هنخش مباشره في انواع المطهرات. تمام. طبعا هنلاقي اول حاجه الناس بتتكلم فيها النهارده هو السبيرت او الكحول او الكحول الاسيلي بصفه عامه يعني. طبعا في المناسبه دي البشريه كلها لازم يعني ايه تقدم تحيه اجلال للعالم العربي ابو بكر الرازي، لان هو اول من فصل الايثانول على مر التاريخ يعني. تمام. ويليه جابر بن حيان والكندي وخلافه من العلماء، ولكن فعلا هو اصل استخدام الايثانول كان بواسطه ابو بكر الرازي. تمام. طيب الايثانول، ولكن هو ما كانش بيور بنسبه 100%، واقصى نسبه نقاء اصولها كانت 96%. الوضع الحالي ان احنا استخدامنا للكحول لازم يبقى بحرص. اولا في تركيز معين اللي هو من 60 ل 70%، هو ده الفعال والقوي والمؤثر في مجموعه كبيره جدا من البكتيريا والفيروسات. معلش، في اسئله كتير انا الناس بتسالها لي، هو المفروض ان انا اجيب كحول لوحده 60 70%، ولا ممكن يبقى محطوط مع حاجات تانية؟ طيب خلينا نتكلم دكتور علاء ان الكحول نشوف مصدره اللي هجيبه منه ايه الاول. تمام. المصدر الرئيسي هو الصيدليه. تمام. هو الصيدليه، لان احنا عندنا الكحول في جمهوريه مصر العربيه معتمد من جهتين اساسيتين، اللي هي هيئه التقطير في الحوامديه وشركه الجمهوريه، دول الاساس. تمام. الكحول للاسف الشديد في التوقيت اللي احنا فيه ده، نظرا للاستخدام والاقبال الشديد عليه اصبح في بعض اضعاف النفوس بيبتدوا يغشوا الكحول. يبتدي يخش يحط كحول ميثيلي
اللي هو السيبرتو العادي اللي هو اقصى استخدام ليه ان هو تطهير للجمادات، ويبتدي يغش بيه الكحول نفسه. وانا اقول لحضرتك الطريقه السهله ان اي حد فينا يقدر يميز ما بين الاثنين. لا يعني مثلا سي انا انا سؤالي بالراحه كده، في ناس انت عارف اللي هو الايدو الناس تخش في المستحضرات الجاهزه اللي فيها كلونيات اللي فيها انا فاهم قصد حضرتك. هل فيها دي طبعا فيها 70% ممكن استخدامها، مفيش فيها مشكله، مفيش اي مشكله فيها، فيها بس احنا لازم برضو عشان ندي للناس حريه الاختيار. انت عارف طب انا اقول لحضرتك لاستخدام الامثل، خلينا في الاول بس النقطه الاهم دلوقتي ان احنا نعرف ازاي نفرق بين طبعا الكحول الايسيلي والمسيل. الكحول الايسيلي او الكحول المستخدم في التطهير والنظافه اللي هو نسينا 70% دوت، اولا ريحته محببه نوعا ما، مش نفاذه قوي. تمام. تأثيره على الجلد ما بيبقاش تأثير حارق زي الكحول المثيلي. تمام. طيب انا دلوقتي عايز اعمل تجربة في البيت عشان اطمن، انا اشتريت ازازة كحول اشتريتها من الصيدلية او من مكان، وعلى فكرة احتمال كبير ان هو يكون سليم من الصيدلية هو ده الاسلم يعني، ولكن اشتريتها من مكان تاني. هجيب قطنة، والقطنة دي هحط عليها شوية كحول من الازاز اللي انا اشتريتها. تمام. وهبتدي يعني عملية الاشتعال، اولع فيها ببولاعة، لو ادت ضوء ابيض مائل للصفرة فده كحول ايثيلي وسليم ما فيهوش اي مشكلة. ده المفروض انا استخدمه. ده اطمئن بقى واستخدمه على الانسجة ما فيش اي مشاكل. تمام. لو ادى لحضرتك لون ازرق، يعني ازرق يعني اصفر على ازرق او مائل للزرقة، فده كحول مثيلي، حضرتك ما تستخدموش من فضلك الازازة دي، يعني تستخدمها في تطهير الجمادات فقط. تمام. دي الخلاصه. ده اللي بيقولوا بيه كمان السبرتيه، فاكر السبرتيه بتاع زمان هو فعلا كان بيدي. انا بقول لحضرتك يعني الناس لو ادى ضوء ازرق خلاص انتهى الموضوع، ده مغشوش وما لا, لا, لا يجب استخدامه. تمام. ده بالنسبه لي بالنسبه للكحول. زي ما حضرتك قلت الكحول بيبقى مخلوط في بعض الكولونيات وبعض الحاجات الشهيره جدا في مصر اللي فيها نسبه كحول عاليه، ده يمكن استخدامه مفيش مشكله. تمام. في حاجه ثانيه مهمه بالنسبه للكحول، الكحول الافضل استخدامه ان هو يتخلط بجليسرين، عشان يدخل بالجليسرين عشان ما يتسببش في جفاف الايدي. تمام. كويس. معلومه هايله. دي في منتهى الاهميه، عشان بعد فتره من استخدامه هتلاقي يحصل جفاف وتشققات وبتاع، هخش في مشكله اكبر. خلي بالك مش هسيبك من الكورونا، الستات هتبقى مشكله معاها كبيره يعني. فده احنا عرفنا دلوقتي الكحول، يبقى بحط الكحول بحط عليه جليسرين، يفضل ده الافضل، ما فيش خلاص يعني امونا لا بقى نستخدم الموجود يعني. تمام. كويس. نبتدي ننتقل بقى للكلور. الكلور بقى، الكلور يستخدم في تطهير الجمادات والارضيات والمقابض الابواب والحاجات اللي هي المحيطه بينا، البيئه المحيطه بينا. تمام. طب الكلور استخدمه ازاي؟ الكلور لو هستخدمه في الارضيات بنسبه، طبعا الكلور بنشتريه من السوبر ماركت العادي، الكلور العادي ده مفيش فيه اي اختلافات، يفضل طبعا مش اللي هو اللي يستخدم للالوان وكده، اللي هو الكلور العادي خالص. تمام. طيب احنا هننظف بيه ارضيات، فاحنا محتاجين ان كوبايه 200 200 مللي ملو، كوبايه 200 مللي على 10 لتر ميه. يعني هو النسبه هنا كام؟ من 10 لواحد يعني 200؟ لا النسبه الثانيه دي هقول لحضرتك عليها في دي النسبه كده كام؟ اعتقد النسبه دي هتبقى، لا النسبه 20 لواحد. ما بص حضرتك هو تركز عشان بس نسهل على الساده المشاهدين للحسبه. كوبايه مكيال 200 مللي على حط عليها 10 لتر ميه، صح كده؟ تمام كده. طب هعمل انضف بيهم الارضيات. الارضيات. طب تمام. الكلام ده هعمله ازاي؟ لازم اعمله مباشره، يعني ما ينفعش ان انا ماده الكلور نفسها هي ماده فوتو سنسيتيف او ان هي بتتاثر بالضوء ونفس الوقت ما هي ماده طياره. تمام. ما ينفعش ان انا اجهز المحلول ده قبلها بليله واقول الصبح انا هنضف بيه. ده ما ينفعش. توانس. في ساعتها. في ساعتها. تمام. ما ينفعش ان الكلور بحطه في ازازه شفافه اصلا. ما ينفعش، لازم تكون في ازازه معتمه. تمام. واخد بال حضرتك؟ طيب ده بالنسبه لاستخدام الارضيات. طيب في ناس زي ما نقول ايه بتضيف يعني هي بتقول لك انا ممكن اضيف عليه صابون سائل او اضيف عليه ماده اخرى تدي ريحه تدي مش عارف ايه الكلام ده كله، كله في منتهى الخطوره. ده الفتل. كله في منتهى الخطوره، ما ينفعش احنا نتعامل بهذا الشكل. لو حطيت صابون، الصابون ماده قاعديه، مع الكلور نهيت فعاليته انتهى. هي يا ريت بس نهيت فعاليته، بس انت ممكن تخش في حاجات. لا الصابون مش هيعمل ازمه من كده. يعني الصابون مش هيعمل ازمه من ان هو يقضي على فعاليه الكلور، ملوش اي لازمه. تمام. فعلا الناس بتضيف الاحماض، يعني تضيف عليه الفلاش والحاجات الشبيهه بكده عليه، فدي هتؤثر على اخراج بعض الغازات السامه. فالكلور يستخدم لوحده بدون اي اضافات، اقصاها الماء. طيب تمام. هنيجي بقى في اللي على مستوى المقابض ومستوى الحاجات الصغيره والمكاتب، انا قاعد في مكتبي في الشغل في الكلام ده كله، هجيب بخاخه، يفضل طبعا هي تبقى معتمه زي ما قلت لحضرتك، ونسبه الكلور للميه فيها 1:9. 1:9. 1:9 هي حسب حجمها، هتحط نسبه 1 كلور لـ9 ميه وتستخدمها في تعقيم الحاجات المحيطه حواليك.
تمام. ما تستخدمهاش في ايدك، ما تستخدمهاش في على ملابسك، لان هي ممكن ان هي تؤدي البقع بقى وتبوظ الملابس يعني. فخلينا نستخدمها الاستخدام السليم. تمام. ده بالنسبه للكلور. فالموضوع كده واضح، الكحول تمام، هايل قوي، تمام، هايل قوي، الكلور تمام. الموضوع الثالث بقى والمهم، وهو ده الاساس عندنا، هو الميه والصابون. الميه والصابون ده موجوده في كل بيت، مش محتاج ان انا اروح ادور على الصابون، خلاص متوفر، متوفر الحمد لله يعني لغايه دلوقتي. يعني لو الحمد الناس لله. التزم زي ما حضرتك قلت كده، ومفيش داعي للاقبال الشديد على يعني على المستلزمات كلها، فالصابون موجود. الصابون، غسيل الصابون تحت ميه جاريه فتره من 20 ل 30 ثانيه، اطفال وكبار، دي هو هابت، مش المفروض ان ده الطبيعي، ده ده الطبيعي، الطبيعي، ده الطبيعي، ان انا اجي من بره اغسل ايديا، قبل الاكل اغسل ايديا، بعد الاكل اغسل ايديا، ده ده الطبيعي، مش ده الطبيعي. يعني ولكن احنا دلوقتي في ظرف استثنائي، ولكن بنؤكد ونعين التاكيد على الكلام هي. ده يعني. تمام حتى لو حد ما كانش واخد باله او حد كان بيستسهل، لا، من فضلك من 20 ل 30 ثانيه تحت المايه الجاريه مع الصابون، تمام اطفال وكبار. نفس تمام الكلام طبعا اثناء الشاور، يعني استخدام الصابون في منتهى الامن. تمام طيب احنا يبقى دي الثلاث حاجات الرئيسيه، الكحول للانسجه، زائد ممكن استخدام لو ما لقيناش كحول نستخدم الكليات اللي فيها كحول ب 70%، وبعد كده الكلور للاجسام الصلبه اللي حوالينا، والماء والصابون دي هابت لازم تبقى اساسيه. هاي ده خلصنا منه. تمام. في بعض الممارسات بقى الخاطئه اللي عايزين، او بعض الممارسات اللي هي مش هتجيب جدوى يعني. في بعض الناس يقول لك استخدم الخل، كويس، الخل او الخل مع محلول شجره الشاي او الشاي والكلام ده كله، احنا بنسمع حاجات غريبه دكتور علاء. فالخل اوكي، هيقضي على بعض الميكروبات، ولكنه مش فعال بالشكل اللي حضرتك متخيله. تمام. فما فيش داعي ان احنا نستخدم الخل، لان هو دي مشاكل كتيره جدا استخدامه الموضوعي يعني. موضوع شجره الشاي، موضوع زيت السمسم، ودي كانت حاجه غريبه جدا يعني. فوجئنا ان زيت السمسم بيخلص من الاسواق، ليه يا جماعه؟ قال لك ان هو مطهر قوي جدا، ويفيد في علاج، ويفيد اساسا في منع الكورونا. طبعا الكلام ده خاطئ جدا وغير علمي بالمره يعني. تمام. فاحنا عندنا ثلاث حاجات رئيسيه اللي احنا ذكرناهم، الكحول، الكحول، الكلور، والماء والصابون، وانتهى الموضوع على كده. بس شكرا، شكرا على كده. بص، عايز اقول لك على حاجه بمناسبه ان الفاتي، معلش انا لاحظت حاجه، وده نداء لكل الساده الزملاء اللي شغالين في الاعلام. يا جماعه احنا محتاجين الفتره اللي جايه كده، قبل حتى يعني، انا عايز بس الناس المتخصصه هي تتكلم على موضوع الكورونا اللي احنا ماشيين فيه، لان انت ممكن تسال سؤال، السؤال ده يتفهم بطريقه غلط، فالاجابه تبقى بطريقه غلط، ونمشي في سكه غلط. نفس القصه بنتكلم على مواد كيميائيه. بالمناسبه انا بكره مدعو الاجتماع بخصوص هذا الموضوع في الجهات العلميه الكبيره، نتكلم ايه اللي احنا ممكن نعمله عشان نساعد في حل مشكلة كورونا. إن شاء الله ربنا يوفق كل الجهود ويحفظ بلدنا ويحفظنا جميعا من السوء يا رب إن شاء الله. خليني أنا بس في حاجة كنت نسيت أقولها في المقدمة. برفع قبعتي وبشكر وزيرة الصحة. إحنا نقعد في البيت، نقعد نطق في صوابعنا، والحق مش عارف، نقعد نتريق. الست دي لو تشوفوا اللي بتعمله، بتعمل فعلا حاجة ما فيش حد على مستوى العالم عملها. لما ظهرت المشكلة في الصين، إيه اللي حصل؟ نزلت الصين في بداية المشكلة. أنت عارف حضرتك النهاردة فين؟ في إيطاليا. مش خايفة، بل بالعكس. عايز اقول لكم على حاجة، وارد جدا لما تكون سافرة الصين جابت البروتوكول الصح اللي احنا ممكن نكون ماشيين عليه دلوقتي، واللي ده هيقينا تفشي الوباء في مصر. انا هنا لازم اشكر الست دي على المجهود الجبار اللي بتعمله، وارجوكم، ارجوكم بلاش يعني، اللي عنده كلمة حلوة يقولها، اللي ما عندوش كلمة حلوة ما يقولهاش. بصراحة دكتور هاني فرج، انا بشكرك على المعلومات القيمة اللي قلتها لي على المطهرات النهاردة. واحنا زي ما اتفقنا البرنامج بتاعنا هو الغرض منه ان احنا بندي معلومه للناس، وخلي بالك بندي المعلومه ناس متخصصه مش بنفتي، صح كده؟ نتمنى ان كل اللي يدي معلومه يكون متخصص. صباح الفل، صباح الامل، صباح الخير، شكرا جزيلا. في نهايه فقرتنا الثانيه النهارده اتوجه بالشكر لضيفي وضيوفكم الدكتور هاني فرج، استشاري مستشار الطب الاقتصادي للبرنامج. دكتور هاني انا بشكرك، شكرا، واشكرك جدا جدا على المعلومات. شكرا. خلينا بقى نستعد للفقرة التالتة، فقرة مشاغبات عادل وعلاء. فاصل ونواصل.